بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام أبو شجاع رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية الاختصار في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيما يحرم على الحائض، وقد تكلمنا قبل ذلك أنه يحرم عليها الصلاة، وفصلنا في تحريم الصلاة عليها، وألحقنا بالصلاة ما في معناها، وانتهى الأمر والحمد لله رب العالمين. قال والصوم، يعني أنه مما يحرم على الحائض حال حيضها أن تصوم، يعني أن تمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية الصيام، بنية الصيام. لكنها لو امتنعت من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا بنية الصيام، فذلك ليس بحرام، لأن الصيام لا يكون إلا بنية. وعلى ذلك ما تفعله بعض النساء الآن من أنها تنقطع عن الطعام والشراب بلا نية الصيام، هذا ليس بحرام، لأن هذا لا يسمى صياما، إذ لا صيام إلا بنية، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وذكر علماؤنا في هذا أنه يجب على المرأة التي تفطر بسبب الحيض في رمضان أن تقضي الصوم، وقالوا بأن القضاء حاصل بأمر جديد، لأنها حال الحيض أمرت بترك الصيام، ولذلك قالوا بأن ترك الصيام على الحائض عزيمة لا رخصة، حيث إنه يجب عليها أن تترك الصيام، أن تترك الصيام على الحيض، فهذا مما أمرها الله سبحانه وتعالى به، وتعبدها سبحانه وتعالى بأن تفطر في حال حيضها. وذكر علماؤنا أن الفطر بالنسبة للحائض معقول المعنى، يعني إيه؟ قالوا لأن الصيام ضعف، وهذا الدم الذي يخرج منها ضعف، ولا يجتمع على شخص ضعفان، ضعف الصوم وضعف الحيض. ثم بعد ذلك تكلم على أمر آخر مما يحرم على الحائض، وهو قراءة القرآن، أي يحرم على الحائض حال حيضها أن تقرأ القرآن، ويستمر المنع معها إلى أن تغتسل، فلا يزول المنع بانقطاع الدم، بل يزول المنع بالاغتسال. فإذا انقضى دمها ورأت القصة البيضاء وهو سائل ينزل صاف، تعرف المرأة به أنها قد انقضت عادتها. فإذا رأت القصة ولم تغتسل حرم عليها أن تقرأ شيئا من القرآن، بحيث تتلفظ بآيات القرآن وتسمع نفسها. أما إذا حركت لسانها ولم تسمع نفسها فإنه ليس بحرام، ولو أجرت القرآن في عقلها. يعني أحيانا الحافظ يجري القرآن أمام عينه وفي عقله ويتحدث به في داخل نفسه، فليس بحرام. ولو نظرت في المصحف من غير ما تلمس، أو فتحت الموبايل، مش الموبايل اللي من دول بيبقى عليه القرآن، بيبقى عليه القرآن، بس ده مش مصحف، ده موبايل، ولذلك يمكن تحمله وتمسه، فبتفتح كده وتقرأ وتنظر وتجري بعينها على يجوز، وتراجع بهذه الطريقة. وهذه يعني حيلة للمرأة التي تحفظ القرآن وقد جاءها
وقت الحيض، فإن حلها أن تنظر في الموبايل، تنزل برنامج القرآن على الموبايل وتنظر في الموبايل وتجري بعينها على آيات القرآن. طب وده ما تسماش مصحف؟ لا يسمى مصحفا. ليه؟ وهذه النظرة في حتى ولو المصحف العادي، فتح لها ولدها المصحف ونظرت فيه، وقلب لها ولدها المصحف ونظرت في الصفحة وهكذا، وأجرت القرآن على ذهنها وعلى قلبها ونظرت في المصحف، فلا منع من ذلك، بل هي متعبدة لله سبحانه وتعالى، لأن النظر في المصحف عبادة. هب أنها حركت لسانها بغير أن تسمع نفسها مع اعتدال سمعها كده، هو انت سامعين حاجة؟ ودي مكبرة كده هو. يبقى كده حلقة جائز، لأن هذا لا يسمى، يعني لا تسمى قراءة، لأن الحكم معلق بالاسم. في بعض الناس كده، احنا لما كنا حافظين في بداية حياتنا كنا بنراجع بالطريقة دي. ماشي اشتغلي مع نفسك. طب وده كده يا مولانا ما بتسماش قراءة؟ لا ما تسماش قراءة. طب وتراجع بالطريقة دي؟ وتراجع بالطريقة دي. فما تجيش تقول لك بقى يعني أصلاً لو ما قرأتش هنسى القرآن. لا لا، لك حيلة في ذلك، افعلي كذا وكذا، لأنك أنت مش بتدرس كمان أحكام مجردة، ده أنت كمان بتدرس من أجل أن توجد الحلول الممكنة المذهبية لمن أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى. طيب، ومحل الحرمة في قراءة القرآن حيث قصدت القراءة ولو مع غيرها. مسكت كده معها كتاب، زي هاب ان هي قاعدة النهاردة في الدرس ومسكة كتاب الفقه وقرأت الفقه وفي آية قرآنية، كتب المتن الفقهي في آية قرآنية، فقرأت الآية القرآنية بقصد أن تقرأ القرآن وأن تقرأ في كتاب الفقه، حرم أم لا؟ حرم، لأنها قصدت قراءة القرآن. طب قصدت وهي بتقرأ القرآن اللي موجود في الكتاب، قصدت به ذكر الله، فسبحان الله حين تمسون، فقرأت كده سبحان الله بقصد أن تذكر الله، فسبح اسم ربك الأعلى، قرأتها بقصد ذكر الله فلا مانع، أو قرأتها وأطلقت في نيتها. يعني إيه؟ يعني وهي بتقرأ لم تنوي لا قراءة القرآن ولا قراءة الذكر، ولم تنوي شيئا، قالوا لا حرمة عليها. لماذا؟ لأن القرآن لا يكون إلا قرآنا إلا بالقرآن، لا يكون قرآنا إلا بالقصد، فلا حرمة. لماذا؟ لأنه لا يسمى قرآنا. لماذا؟ لأن الصرف موجود، حالة الحيض ديت قرينة صارفة لها عن إرادة قراءة القرآن. وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو الذي اعتمده شيخ الإسلام البجولي، لأننا وأنا بشرح الكتاب ليه منهج بنقل معتمدات سيدنا الشيخ البجولي، لأن الشيخ البجولي ده يعني آخر المحققين، وهو الذي يعني صف العلم واعتمد ما وصل إليه أو وصلت إليه المدرسة الأزهرية في زمانه، ولذلك أنا أسير معه في تصحيحاته، في ترجيحاته، في شرحي له، في شرحي على هذا الكتاب، لأنني أشرح شرحا مذهبيا متعلقا بمذهب معين، لا أميل إلى هذا، هو زي ما الشيخ البجوري قال. قال وهذا التفصيل هو المعتمد مطلقا. طب افرض ان هو لم يوجد صارف لقراءة القرآن، قالوا يبقى يعتمد انه قرآن لأن الأصل فيه كذلك.
وعند عدم الصارف يسمى قرآن ولو بلا قصد. لكن لو انت صرفته بنيتك وقصدت به شيء آخر خلاص مش هيبقى قرآن. وانا بركب الأسانسير فسبحان الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دي وردت في الحديث هكذا، فقرأتها بنية إن أنا أطبق السنة وأنني أتمثل بسنة رسول الله على أساس أنها ذكري لله. خلاص افعل، أو هي حائط فعلت هذا افعل ما فيش مشكلة، أو أنت جنب فعلت هذا ما فيش مشكلة. لكن احفظ هذه الضوابط، أنه عند عدم الصارف يسمى قرآن ولو بلا قصد، وعند الصارف لا يسمى قرآن. بعد ذلك قال المراد بالقرآن هنا الذي يحرم على، والمراد بالقرآن الذي يحرم على الحائض أن تقرأه ما لم تنسخ تلاوته. يعني القرآن غير المنسوخ التلاوة. طب وحتى ولو كان منسوخ الحكم، حتى ولو كان حكم منسوخ لكنه يسمى قرآنا ومتعبد بقراءته ويجب اعتقاد أنه قرآن، فهذا يحرم على الحائض أن تقرأه حتى وإن كان منسوخ الحكم باقي التلاوة. طيب والذين يتوفون منكم، هذه الآية منسوخة لكنها منسوخة حكما وبقيت في التلاوة متعبد بها، بخلاف ما نسخت تلاوته وبقي حكمه فلا منع من قراءته، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه نسخت تلاوتها يعني ارتفعت من القرآن، ولا يجب اعتقاد قرآنيتها ولا تأخذ أحكام القرآن إلا في الحكم فقط. فهذه يجوز للحائض ويجوز كذلك للجنوب ويجوز للمحدث أن يقرأها وأن يمس الصحيفة التي فيها وهكذا. ثم بعد ذلك قال ومس المصحف، بعد كده مس الايه المصحف. المصحف قالوا هو مثلث الميم، مو ما مي، مو ما مي، يعني ايه مصحف مصحف مصحف، بيسموها مشايخ مثلث الميم. هناك من علماء العربية من ألف يعني متنا سماه المثلثات، في حاجة اسمها ألفية المثلثات، جايب لك كل الألفاظ التي قرئت بالتثليث في اللغة العربية ومن ضمنها مصحف. دلالة 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 مثلثة الدال. اشتغل بقى على كده، ايه ده احنا أمة علم ضبطنا حتى شكل اللفظ، وهتلاقي المثلث الألفية المثلثات موجودة مخطوطة إلى الآن. وقالوا الفتح غريب والضم أفصح يليه الكسر، يبقى الضم رقم واحد في الجودة اللغوية ثم بعد ذلك الكسر، والفتح غريب لغة غريبة. والمراد أنه يحرم على الحائض أن تمس المصحف بأي جزء منها لا بباطن الكف فقط، يعني مش المحرم أن تمس المصحف بباطن كفها، لا ده لو مسته بظهر كفها، ولو مسته بجزء من يدها، ولو مسته بلحمها أو برجلها أو بأو أو إلى آخره، كل ذلك يسمى مسا ويحرم على الحائض أن تفعل هذا، وكذلك الجنب. وكذلك قالوا يحرم مسه ولو بحائل حيث عد مسا عرفا، يعني مثلا ما تجيش مثلا الحائط لابسه الجوينتي وتقوم ماسكه المصحف وتشيله،
بلا داعي وبلا ضرورة، هذا حرام. طب يا مولانا ده لبس مرتدي حائل وضعت في يدها شيء منع من وصول يدها إلى المصحف، ولو كان كذلك لأن هذا يسمى في العرف مس، وإذا كان مس في العرف فتتناوله الآية القرآنية لا يمسه إلا المطهرون. طب ما المراد بالمصحف؟ قالوا المراد بالمصحف كل ما كتب عليه القرآن لدراسة ولو لنحو لوح. افرض اني انا كتبت على الورقة دي قرآن كلها من اولها لاخرها، الحائض والجنب يحرم عليهما ان يمس هذه الورقة المكتوب عليها القرآن او ان يحملاها كما سيأتي بعد ذلك. يبقى ما المراد من المصحف؟ المراد من المصحف كل ما كتب عليه القرآن لدراسته كنحو ورقة مكتوب عليها. وهنا ذكروا لطيفة، وما أكثر لطائفهم العلمية قالوا يستحب القيام للمصحف قياسا على القيام للعالم، بل أولى. إذا كنت بتقوم للرجل العالم واخد بالك احتراما له، فمن باب أولى أن تقوم للمصحف إكبارا وتقديرا وإجلالا وتعظيما، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى معاك فايدة النهاردة هو. كمان شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتاويه قال ويستحب تقبيل المصحف لأن ذلك من قبيل يعني الإجلال والشفقة والتعظيم. يعني المصريين عندنا أول ما بنمسك المصحف بنعمل كده، ده حرام ولا حلال؟ لا حلال، بل هو مباح، بل هو مستحب، لأنه يفعل على جهة التعظيم، يفعل على جهة التقدير. وهذا ما أفتى به شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في فتاويه. طيب قالوا وحمله، إيه بقى الحمل؟ حمله يعني أمسكه كده أشيله في إيدي. المس معروف، الحمل يعني إيه؟ يعني الحمل المعروف، شايل المصحف حطه في جيبي، حطه في الشنطة، ولكن في الشنطة تفصيل. قالوا لأنه أبلغ من مسه، ده المس عبارة عن التقاء يدي بالمصحف، لكن الحمل معناه يعني التقاء يد وزيادة. يحل حمله في حقيبة مع غيره من المحمولات تبعا. يعني الشنطة ايه؟ فين يا ابني الشنطة؟ حد خد الشنطة؟ الشنطة ايه؟ حاطين فيها المصحف مع غيرها، بخلاف ما اذا كانت الشنطة ليس فيها الا المصحف. ليه؟ لانه منفرد بالحمل. طب لو كان الشنطة فيها المصحف، اذا كانت هذه الشنطة اهي فيها المصحف ومعه كتاب فتح الرحمن شرح زبد بن رسلان تحقيق مولانا الشيخ سيد شلتوت الشافعي رضي الله عنه وارضاه مثلا، يعني بهزر معك، وفيها الكتابين، يبقى يحل حمل المصحف للحائط لانه تابع للحلال. ما هو حمل كتاب فتح الرحمن، أصل أنا متعلق بالكتاب ده بحبه جدا، حمل كتاب فتح الرحمن حلال جائز. طب والمصحف تابع، والتابع يا مشايخ، والتابع تابع. أما لو ما كانش الشنطة فيها إلا المصحف، خد منها كتاب فتح الرحمن وأعطى الأخت الحائض، قال لها خد الشنطة وفيها المصحف، لا لا يجوز لها أن تحمل الشنطة لأنها منفردة بالحمل ولم تقع تبعا لشيء حلال. طب هاب ان هو فيها كتابين، كتاب فتح الرحمن والمصحف، ولكن انا قصدت وانا شايل الشنطه ان انا احمل المصحف، قصدت بحمل الشنطه حمل المصحف قصدا، يبقى حرام الحمل اذا كانت المراه حائض او هو جنب. طيب
يبقى لو قصد حمله وحده حرم عليه، لأن أصبح المصحف مقصود بالحمل وأصبح هو الأصيل، بخلاف ما إذا كان فتح الرحمن هو الأصيل والمصحف تابع. طيب، ما حكم حمل الحائض لكتاب التفسير؟ ما هو في قرآن. قال والله لو كان التفسير أكثر يقينا من القرآن حل الحمل، لأن التفسير هيبقى هو المقصود بالحمل والقرآن تابع. فهمنا؟ طب افرض بقى انه هو نوى حمل كتاب التفسير ده ونوى حمل القرآن، لا يبقى هو كده حرام، لأنه نوى ايه؟ حمل القرآن. طب لو كان القرآن أكثر حرم، لو كان القرآن يساوي التفسير من حيث الكلمات، طب نعرف منين؟ دلوقتي سهلة، حضرتك لو معاك وورد بيبقى فيه تحديد للكلمات، هتعرف القرآن كم كلمة والتفسير كم كلمة، واخصم ده من ده يطلع لك من اللي أكثر ومن اللي أقل. ولذلك كان الشيخ البجوري حفظه رحمه الله شيخ الإسلام والمسلمين قال: والأول ورع أو الأحوط ألا يحمل أو ألا تحمل الحائض تفسير الجلالين. عدوه ولقوا إن التفسير أقل بكلمتين أو أكثر بكلمتين أو ثلاث. قال لا، برضك الأحوط لا، لأن ممكن يبقى الناسخ زود من عنده كلمتين أو ثلاث. فالورع ألا تحمله المرأة الحائض، ولكن الحكم الشرعي إيه؟ قال له يجوز حمله، لأن الأصل عدم الزيادة، ولأن الأصل عدم تصرف الناسخ. كلام بقى طويل في الشيخ البجوري في هذه المسألة، لكن انظر إلى البحث العلمي، إن هو مسك كتاب تفسير الجلالين وجمع الآيات القرآنية والكلمات القرآنية قد إيه، وجمع التفسير قد إيه، يبقى هو عمل إيه؟ ده هو عاش مع التفسير وعد آيات القرآن وآيات التفسير معه من أجل أن يصل إلى هذا. وهذا يدل على إن كتاب تفسير الجلالين كان مشهورا وكان متداولا في عصره، ودليل على إنه متداول إنه بحثوا عشان يشوف طلبة العلم اللي هي بتقرأ فيه وبتحفظه وبتراجعه. الناس ما كانتش بتقرأ بس، كانت بتحفظ. أما إحنا دلوقتي يعني نحفظ مثلا الفتحة بالعافية. بعد ذلك قال: ودخول المسجد حتى ولو كان لمجرد عبورها لباب آخر. إيه ده؟ يعني هي عارفين الكلام ده يظهر فين يا مشايخ؟ الجامع الأزهر حفظه الله، وللجامع الأزهر شجون وحديث يطول. لو عدت المرأة من الباب اللي على الباب الرئيسي اللي أمام المشيخة قديما اللي عند الميضة، بتقوم عدية الباب ده وتخرج من باب الصعيدة، فتطلع على يعني تختصر مسافة طويلة، فهي حائط، فهتخش من هذا الباب وهتخرج من الباب اللي هناك، يجوز وهيوفر عليها وقت، لأن هتمشي كده بالظبط كده هو حوالي 5 دقائق. لو ما دخلتش من الباب ده وخرجت من الباب التاني ولفت اللفة دي هتقطعها في 10 دقائق. جميل. فقالوا: لا يجوز. لماذا؟ قالوا: لأن الحائض حدثها غليظ، ونخشى إذا مشت يعني وهي في هذه الحالة أن تلوث المسجد بالدم، والمكس في المسجد حرام عليها. لأن طبعا دليل هذا حديث أبي داود، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أحل المسجد
لحائض ولا لجنب. لا أحل المسجد لحائض، لا عبورا ولا مكثا ولا لبسا. الدليل هكذا. طب هي دخلت المسجد ترددت فيه، مشت شوية كده ورجع، حرام كذلك. والطواف وكذلك يحرم الطواف للحائض، سواء كان الطواف طواف فرض أو طواف نافلة أو طواف الوداع. ثم قال بعد ذلك والوطء. احنا ماشيين صح لان انا ما جبتش معايا المتن. ماشي، ما انا برضك واخد، بس انتوا خلوكم معايا. قال والوطء يعني الجماع، يحرم على الرجل ان يجامع المرأة الحائض، سواء كان الجماع في القبل أي في محل الولد أو كان في الدبر، فهذا حرام وهذا حرام. ويستمر وتستمر الحرمة إلى الغسل، مش إلى انقطاع الدم، لا إلى الغسل، لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تقربهن حتى يطهرن، فأوجب على الرجل أن يمتنع من زوجته إلى حال الطهر، فالحكم مغي بغاية يزول بزوالها. وكذلك يحرم الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل. ما يقولش لا بقى خلاص أنا هي طهرت خلاص أما أخذ حق الشرع، لا حرام أما تغتسل. وبعد الغسل، طب اغتسلت نمشيها بالترتيب كده، له أن يطأها في الحال من غير كراهة ما لم يخف عودة الدم. طب خايف عودة الدم، قالوا يبقى جماعك لها مكروه، الاحتمال وانت بتجامعها يخرج الدم. وحيث خاف عودة الدم استحب له التوقف في الوطء احتياطا. احتياطا لإيه؟ ان الدم يخرج وتبقى العادة ما يعني انكسرت وما زالت المرأة حائضة. ده بيجي لها الحيض مثلا 7 أيام بتطهر في اليوم 7، فهو بيقول لا أنا خايف إن الدم يرجع تاني. قال له خلاص يبقى انتظر شوية إلى أن يغلب على ظنك عدم عودة الدم، لأنه ممكن المرأة بعد ما تطهر ويحصل لها الجفاف وانقطاع الدم يعود الدم مرة ثانية، لأن عندها مدة 15 يوم، لكن هي عادتها 7، لكن ممكن لهذه العادة أن تنخرق وأن تنكسر. قال علماؤنا أيضا والوطء في الفرج كبيرة، كبيرة من الكبائر، بشرط أن يكون الذي يفعل ذلك عامدا وأن يكون عالما بالتحريم وأن يكون مختارا. فإن لم يكن عالم عامدا حصل بغير قصد أو ما يعرفش الحكم الشرعي بأن كان يعني حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدا عن المسلمين أو كان يعني غير مختار يعني مكره، وبالله يكرهه. والله ممكن الزوج، انا شفت حالات في دار الافتاء غريبه عجيبه، واخد بالك، ممكن تقول له لو لم تجامعني لها اليوم فساطلب منك الطلاق وارفع عليك خلعا. يا ست الجماعه في الحيض حرام؟ لا، وهو عارف وهو عنده اولاد ويحتاجونها، او قالت له والله انا واخد عليك شيكات ولو لم تطعني هحبسك، وهي مراته، يبقى مكره ولا مش مكره؟ مكره. ولكن في بعض الناس يقول لك ده اكراه جميل. بس هو مكره. وفي بعض الناس ما يصدق يا مولاد.
لا احنا شفنا هذه الحالات غريبة جدا جدا في الدار، ويأتي بها ومطلقها وحالف عليها ميت يمين، واخد بالك لو ما وطأهاش تقول له انا حائض، يقول لها انا ماليش دعوة، انا عايز يا ابن الحلال ده فجبهولي. طب انا هعمل فيه ايه يعني؟ انصحه، الواد ما بيتنصحش. اوعزه، الواد ما بيتعز. اصل انتم ما شفتوش. ان شاء الله ربنا يكرمكم كده. وعندنا في دورات دار الافتاء عاملاها، مركز التدريب، لما تخلصوا تبقوا ان شاء الله تيجوا عندنا وتتدربوا وتشوف الفتوى شكلها ايه، لكن تسلح بالعلم. او كان جاهل بالحيض، ما يعرفش ان عليها حيض، واخد بالك، وهي جاهلت بان الحيض انقطع، بان الحيض لم ينقطع، وهكذا. لكن هو كبيرة من الكبائر، ويكفر مستحله، يعني من فعله معتقدا انه حلال بعدما اقيمت عليه الحجة بانه حرام، ولكن شرطوا بان يكون ذلك الاستحلال في الوقت الذي اجمع على انه وقت تحيض فيه المرأة، اللي هو 10 أيام. لأن أبو حنيفة بيقول أقصى مدة للحيض 10 أيام، الشافعي بيقول 15. فافرض إن هو جامع مستحلا للجماع في 10 أيام، كفر، خش على جنب كده وانتهي، ارتد. طب من بين 10 لـ15، قال له ده محل خلاف، لا نكفر بالمختلف فيه، لأن أصلا حرمة الجماع في الحيض مما علم من الدين بالضرورة، ولذلك يكفر منكره كما يكفر منكر الحجاب. بلك محل الحرمة ما لم يخف الوقوع في الزنا. ما لم يخف، يعني إذا لم يخف الوقوع في الزنا حرم عليه أن يجامع زوجته في حيضها. طب خاف وغلب على ظنه أنه لو لم يجامع زوجته في الحيض أو أمته سيقع في الزنا، وجب عليه أن يفعل هذا، لأننا ندرأ أعظم المفسدتين بأقلهما، وندفع أعظم الضررين بأقلهما، الجماع في الزنا ولا الجماع في الحيض؟ يده لا، الجماع ده ديت حلال له، يعني من بعض الوجوه، والزنا حرام عليه من كل الوجوه، ولأن فيه مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب ومن وأما زوجته حاصل أنه وطئها في حال الأذى. طيب الكلام ده قاله الشيخ الباجوري، مش جايبه من عندي. ويسن لمن وطئ في تزايد الدم التصدق بدينار، يعني وطئ وفي أول الدورة الشهرية للمرأة يكون الدم زيادة، بينزل قوي ثم بعد ذلك ينزل ضعيفا، فإذا وطئ في قوة الدم وتزايده سن له أن يتصدق بدينار، والدينار يعني بقيمة دينار الآن، والدينار ده المراد به الدينار الإسلامي، يعني هيتصدق بأربعة جرام وربع ذهب عيار 21. بكام الذهب اليومين دول؟ بـ600 جنيه. اضربهم في 4 يا مولانا بـ2400، والربع يا مولانا بـ150 يبقى 2550. سن له أن يتصدق بـ2550 بسعر النهاردة، بكرة ممكن يبقى بـ5000، لأن الأسعار في مصر يعني ترتفع ارتفاعا عجيبا غريبا مريبا. يعني بنقول له كده، خلي بالك لو فعلت هذا تصدق بهذا، لأن في حديث وإن كان ضعيفا إلا أنه يعمل به في فضائل الأعمال. وإن كان
يعني الوطء في حال قلة الدم وتناقصه، يبدأ الدم كتير كتير وينزل خفيف خفيف خفيف. قالوا سن له أن يتصدق بنصف دينار، يعني بكام؟ بنصف 2550، يعني بنصف، يعني حوالي 2 جرام وكام يا مولانا؟ وتمن جرام. هتعمل معنا كام؟ يعني هتعمل لها 1600، يعني 1300، 1275 جنيه بسعر النهاردة. بكام رنجت بقى؟ سيبوا الرنجت بتاعكم. ايه؟ غالي الرنجت؟ بتتكبر ياد بالرنجت بتاعكم؟ بكرة ربنا يسع في الجنيه ويقوم من القبور كما يبعث الإنسان يوم القيامة ويقف شامخا في وجه الأعداء. اللهم انصر الجنيه على الدولار. آمين. والله صدقا، اللهم انصر الجنيه على الدولار واجعل كل يعني جنيه بواحد دولار، واجعل كل رنجت بواحد دولار. مش واحد دولار ولا كام؟ أربعة دولار. يا رب اجعل الدولار تحت الأقدام ولا ترفع له راية. صدقا والله ما بهزر، ده معناه انخفاض اقتصاد هؤلاء وارتفاع اقتصادنا اسلام مسلمين. وتتنشنش الحاله، وبدل ما تبقى يعني تبقى. وذكر علماؤنا في ذلك خبر، اذا وقع الرجل اهله، اهله يعني زوجته وهي حائض، يعني حال كونها حائضه، ان كان الدم احمر، علماءنا فسروا بكينونة الدم أحمر يعني في قوته وتزايده، فليتصدق يعني ندبا بدينار، بدينار إسلامي أي بقيمة دينار في عصرنا هذا، لأن كان زمان الدينار هو اللي مستعمل وهو الذي يتداول في الأسواق. وإن كان أصفر يعني في تناقص الدم فليتصدق بنصف دينار. وقالوا هذا التصدق يعني تصدق مسنون، والأمر في الحديث ليس للوجوب وإنما هو للندب. طب والمرأة؟ سؤال، هل على المرأة الموطوءة أن تتصدق بشيء؟ قالوا لا، لأن المخاطب بذلك هو الرجل، كما في كفارة جماع الرجل زوجته في نهار رمضان، المخاطب بالكفارة هو الرجل، والمخاطب هنا هو الرجل، فليتصدق أي الرجل. ويقاس على الزوج غير الزوج كسيد الأمة يفعل هذا. طب لمن يعطي هذا الدينار؟ يعطي للرواق الجاوي. لا، لمن يعطي هذا الدينار؟ يعطيه للفقير، حتى ولو فقير واحد، حتى ولو فقير واحد. احنا بنقول الرواق الجوي يعني مزيح؟ ايه ده انت خلاص يا اخوان. طيب بعد كده قالوا يسن كذلك لكل من فعل معصية ان يتصدق بما يستطيع. لماذا؟ قالوا لان الحسنات يذهبن السيئات. عملت حاجة يلا تصدق. ولذلك اخواننا بتوع ماليزيا اهتموا بالرواق، اي حد ما صلاش الصلاة في ميعادها يتصدق للرواق الجاوي. اهم حاجة بس تيجي للرواق. اي معصية إن كانت. كل ذلك على سبيل يعني المزاح. قال بعد ذلك والاستمتاع بما بين السرة والركبة، يعني وكذلك يحرم الاستمتاع. الاستمتاع الألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا، لكنها هنا ليست للطلب،
وإنما هي للصيرورة، يعني التمتع، مش طلب الاستمتاع، مش طلب التمتع، ده التمتع نفسه هو اللي حرام. يبقى دي اسمها ايه؟ الالف والسين والتاء، ها، للصيرورة، يعني للتمتع نفسه، يعني يحرم التمتع بما، يعني بشيء بين سرة المرأة وبين ركبتها. وهنا كان سيدنا الشيخ الباجوري رضي الله عنه وأرضاه ألمح إلى تعبير دقيق، وهذا ليس من محاككات الحواشي، وإنما هو من التنبيه على التعبير الصحيح الذي تستنبط منه الأحكام، لأن التلفظ والتعبير يفرق معك في الاستنباط. فإذا قلت الاستمتاع شمل ذلك حرمة النظر إلى ما بين السرة والركبة، لأن الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون باللمس كما يكون بالجماع. استمتاع يعني إيه؟ يعني تمتع، والتمتع حاصل بالبصر. فهل يحرم على الرجل أن ينظر إلى ما بين سرة زوجته إلى ركبتيها؟ لا. ولذلك التعبير بالاستمتاع هيستنبط منه الحرمة، مع أن الحكم ليس كذلك. ولذلك هذا ليس من محاككات الحواشي التي تعود إلى المحاككات اللفظية التي هي يعني بعيدة عن الصناعة العلمية ولا يستنبط منها شيء، لكنها محاككة ومناقشة مفيدة في كيفية الاستنباط وفي كيفية التعبير الذي يفيد الأحكام. كان الأولى أن يقول والمباشرة، يعني بدل أن يعبر بالاستمتاع كان عليه أن يعبر بالمباشرة، لأن المباشرة مأخوذة منين؟ من البشرة. بيعلمونا كيف نتكلم، كيف نعبر، كيف ننطق، كيف نتلفظ، كيف نستنبط. يدربونك على الاجتهاد، يدربونك على الاستنباط. دي المدرسة المصرية التي نتباهى بها ونفتخر بها، وأنها أم المدارس وباقية إلى يوم القيامة على يد الإمام العلامة حفظه الله، حتى مصرية. قال وكان الأولى أن يقول والمباشرة. ما هو شيخ الإسلام الباجوري ده منين؟ من كوالالمبور، من مصر، وكان مدفون هنا في تراب المجاورين في صلاح سالم بجوار دار الإفتاء. حتى قال بعض إخواننا فيه لم يجعل للعلم حرمة. لماذا؟ لأنه سهل العلم. معناه إيه؟ سهل العلم. اقرأ كده حشيته الفقهية، من أبدع ما كتب على متن أبي شجاع أو على شرح ابن قاسم الغزي. اقرأ الجوهرة، يا من أبدع ما كتب، عبارة سهلة واضحة ودقيق جدا. اقرأ شرح السلم، حاجة رائعة جدا. اقرأ له في النحو. لا شيخ الإسلام الباجوري يعني كما قال بعض إخواننا لم يجعل للعلم حرمة، يعني أنه سهل العلم. وأقرب من يشابهه في عصرنا هو شيخ الإسلام أيضا الإمام العلامة، حيث إنه قد سهل العلم وصار على منهج وطريق العلامة شيخ الإسلام الباجوري، وكان شيخ الأزهر وإمام الأئمة. والمباشرة، كان الأولى أن يقول المباشرة لما علمتم. نذا بعد ذلك للحكم. يحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل، كما أنه يحرم على الرجل أن يباشر المرأة الحائض. فكما يحرم على الرجل أن يباشرها بما بين السرة والركبة، فكذلك يحرم عليها أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها. ويحرم المباشرة بوطء وغيره، يعني ما بين السرة والركبة، سواء سيطأ حرام،
يعني يباشر بأي طريقة من طرق المباشرة بما بين السرة والركبة كذلك حرام. لماذا؟ قالوا لأن غير الجماع غير الوطء يؤدي إلى الوطء. مسألة حتمية، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولذلك حرم الشرع هذا لأنه يؤدي إلى هذا، فأغلق الباب. والدليل حديث أبي داود، وفي مشكلة عند الإمام المحلي فيها، سئل عما يحل للرجل من امرأته، جاءه السائل وقال يا رسول الله زوجتي حائض وأنا أريد أن أعرف ما الحدود الشرعية التي يعني يجوز لي والتي أمنع نفسي منها مع زوجتي حال حيضها. فقال ما فوق الإزار، يعني يحرم عليك ما فوق الإزار. شو بقى فوق الإزار؟ يعني من السرة إلى الركبة، لأن هو الإزار كده، ده محل الإزار عندكم، محل الإزار اللي هو ما بين السرة إلى الركبة. طب ما احنا عندنا حديث اصنعوا كل شيء، حديث مسلم، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح دعان، يعني كل شيء في كل شيء إلا النكاح. طب وإيه اللي خلاه عام؟ مش احنا بنقول بأن الاستثناء معيار العموم؟ ده سيدنا بيقول إلا النكاح، فدخل في العموم الاستمتاع بما بين السرة إلى الركبة. يبقى هذا الحديث يشمل بعمومه ما بين السرة والركبة، فيجيز المباشرة والاستمتاع بها. وحديث ما فوق الإزار يمنعها، لأنه يقول له لا يجوز لك أن تباشرها بما بين السرة والركبة. ولذلك الحديث الأول وهو سئل عما يحل أخذ مفهومه وخصص به عموم خبر مسلم، لأنه بيقول له عما يحل للرجل من امرأته، قال له ما فوق الإزار، يعني ما فوق السرة، فوق الإزار اللي هو إيه؟ يعني ما بين السرة إلى الركبة. ما فوق الإزار حلال، ما تحت الإزار يفهم من الحديث أنه إيه؟ أنه حرام. يبقى فهم تحريم ما بين السرة إلى الركبة بالمفهوم من حديث سئل عما يحل، وأخذ هذا المفهوم وخصص به عموم الحديث. فهمنا ولا ما فهمناش؟ أقولها تاني عشان شكلها كده يعني إيه لفة شوية. إحنا عندنا حديثين، حديث الأول أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما يحل للرجل من امرأته، قال له يا سيدنا النبي ايه هو المقدار الحلال اللي انا اعمله، بعبارتنا المصرية كده كأنه هو قاعد يعني مع سيدنا كده بالمصرية، ايه هو الحلال اللي انا اعمله وزوجتي حائض. فسيدنا قال له ما فوق الإزار. يعني ايه ما فوق الإزار؟ قال له يعني استمتع بها بما فوق، يعني محل الإزار يعني ما فوق ما بين السرة إلى الركبة. فهم أن ما بين السرة والركبة حرام، لأن سيدنا قال له يحل لك ما بين هذا إلى ذاك، يفهم أن غيره حرام. أخذ هذا المفهوم الذي وحرمت المباشرة فيما بين السرة إلى الركبة وخصص به عموم افعلوا كل شيء إلا النكاح، فكأنه قال إلا النكاح وإلا ما بين السرة والركبة. فهمت؟
حلو خلو خالص يا خبيب. قال بعد ذلك ويحرم على الجنب الصلاة. لما انتهى من الكلام على ما يحرم على الحائط يعني كان الأنسب كذلك أن يتكلم على ما يحرم على الشخص الجنب سواء كان رجلا أو امرأة. ونحن عندما تكلمنا على أسباب وموجبات الغسل تكلمنا على أسباب يعني الجنابة، وقلنا أسباب الجنابة إما الجماع وهو التقاء الختانين وإما الاحتلام وهو خروج المني. قال ويحرم على الجنب أي على الشخص الجنب سواء كان رجلا أو امرأة الصلاة، الصلاة بكل أنواعها سواء كانت نفلا سواء كانت فرضا إلى آخره. قال والصلاة في معنى الصلاة خطبة الجمعة، فيحرم على الجنب أن يخطب الجمعة. طب ما خطبة الجمعة يا مولانا هتبقى في المسجد جوه، ما هو ممكن يخطب في غير مسجد، حاصل مفيش مشكلة يحرم عليه كذلك، أو حتى ولو كان في المسجد يبقى ارتكب حرامين، الحرام الأول أنه دخل المسجد وهو جنب، والحرام الثاني أنه خاطب وهو جنب، فعليه يعني وزران إثمان معصيتان. وكذلك سجدة التلاوة، سمع آية التلاوة وهو جنب أو هي جنب فسجدت يحرم عليها ذلك لأن سجدة التلاوة في حكم الصلاة. جاءته البشرى أنه قد نجح في الامتحان فسجد شكرا لله وهو جنب حرام عليه، وهي كذلك حرام عليها. طب ما حكم صلاة فرض الكفاية يعني صلاة الجنازة والشخص جنب المعتمد الحرمة لأنها صلاة. طيب بعد كده الإباء وقراءة القرآن، إيش المراد؟ قالوا يحرم على الجنب أن يقرأ القرآن غير منسوخ التلاوة، يعني يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة أن يقرأ المنسوخ التلاوة غير المنسوخ التلاوة حتى وإن كان منسوخ الحكم، يعني يقرأ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية من كتاب الله نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، فيحرم على الجنب كذلك أن يقرأ لأنها قرآن ويتعبد بها إلى يوم القيامة. طب ومنسوخ التلاوة باقي الحكم، يجوز له أن يقرأه كما قلنا ذلك في الحائض اللي هو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وسواء كان المقروء آية أو حرفا حتى ولو حرف، إذا شرع الجنب في قراءة حرف حرم عليه وإن لم يكن قرآن لأنه الحرف مش قرآن، ولكن ده شروع في المعصية والشروع في المعصية معصية. ويحرم عليه ولو كان المقروء سرا، حتى لو تقرأ سرا بحيث تسمع نفسك أيها الجنب حرام، أو كان جاهرا بحيث يسمع غيره كذلك أحرم. قالوا لا يحرم ولا يكره قراءة التوراة والإنجيل وهو جنب وهي كذلك حائط. لماذا؟ قالوا لكونها منسوخة، وإذا نسخت ارتفعت حرمتها. إن قصد القرآن فقط حرم عليه، أو قصد القرآن والذكر للجنب حرم عليه كذلك. طب إذا قصد الذكر بالقرآن قالوا يجوز، أو أطلق يجوز لأن في صارف. طيب خش على اللي بعد، ومس المصحف
وحمله. أي وكذلك أحرم على الجنب رجلا كان أو امرأة مسوا المصحف، وكذلك حمله. أي يحرم على الجنب بأي جزء من بدنه أن يمس المصحف، وكذلك المرأة الجنب. والحمل كذلك حرام، يعني يحرم على الجنب أن يحمل القرآن، وكذلك تحرم على المرأة الجنب أن تحمل القرآن، لأنه يعني أولى بالتحريم، الحمل أولى بالتحريم من المس. يبقى المس بيقولوا على الحمل إيه؟ مس وزيادة. أنت مش مس بس، أنت مس وشايل. بص أنت أهو مس وشايل، أنا هنا كده لامس أهو، أنا كده عامل إيه؟ لامس وشايل، ده مس وزيادة. وكذلك الطواف، قالوا الطواف لأنه كما ورد في الحديث بمنزلة صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن تكلم لا يتكلم إلا بخير. وكذلك المكث، أن يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد، ولو كان مكثه بقدر طمأنينة في الصلاة. لو هيمكث يعني أقل من نصف ثانية حرام. المكث اللي هو اللبس في المسجد حتى ولو بقدر الطمأنينة. ولا يمنع الكافر، هنا ذكروا فوائد مهمة، قالوا لا يمنع الكافر من المكث في المسجد. ولذلك انتوا دخلتوا الجامع الأزهر ترون السياح يدخلون الجامع الأزهر، قالوا ما فيش مانع. لماذا؟ قال لأن الكافر لا يعتقد حرمة المسجد فلا يمنع منه. احنا بنمنعه من حاجة يعتقدها، وإن كان هو مكلف بالفروع لكنه تكليف يعاقب عليه يوم القيامة. لكن احنا في الدنيا يعني ايه؟ ما بنكلفوش، ما بنطلبوش بالزكاة، واخد بالك؟ ما بنمنعوش من دخول المسجد. لكن قالوا في هذه الحالة يدخل المسجد بإذن مسلم بالغ مع الحاجة، وهو طبعا قد استأذن الحاكم وقد استأذن شيخ الأزهر وأذن له في ذلك، واستأذن الدولة أنه يدخل الجامع الأزهر الشريف. وأيضا دخوله للجامع الأزهر الشريف يترتب عليه مصلحة، حيث أنه يعرف تاريخنا الإسلامي ويعرف ثقافتنا الدينية، فهذا يعتبر باب من أبواب الدعوة إلى الله، حيث أننا لو استطعنا أن نسوق لديننا مع هؤلاء لدخلوا في دين الله أفواجا. فاللي يخش كده ويلاقي السياح داخل الجامع الأزهر ما ينخلعش قلبه، الفقه بيقول اهو، لأن السلفية يروجون ترويجا بشعا لهذا. ولكن امرأة تدخل المسجد وهي كافرة، يا راجل ده هو بيقول لك ده لا تعتقد حرمة المسجد أصلا، ونحن أذن لها حتى تستطلع رؤية يعني حضارتنا الإسلامية وتاريخنا، وأن الأزهر الشريف كان على ممر العصور مدرسة علمية كان يدرس في أركانه. لكن العزلة الذهنية، أنا بسميها إيه؟ العزلة الفكرية والعزلة الذهنية والعزلة الواقعية، مش فاهم واقع أصلا. قالوا لا يحرم المكث في المسجد للجنب، حيث كان لضرورة. كان قاعد في المسجد فنام شوية احتلم، أم في المسجد لا أبواب المسجد اتقفلت عليه، أو كان في مظاهرات شديدة برا المسجد خاف إذا خرج أن يقذف عليه ما يسيئه، خلاص اقعد في المسجد لأن دي حالة ضرورة، أو كان في ناس بلطجية برا المسجد يخشى إذا خرج يعني أن يقلبونه في الأموال، يقلبونه في الأموال يعني إيه؟ يأخذ منه أمواله، فإنه حينئذ يجوز له أن يمكث في المسجد لأنه محتاج إلى ذلك، لأنه خائف على نفسه لو خرج هيضرب بالنار في مظاهرة، منين الله أعلم، أو يخاف على ماله أو يخاف على عضوه. واجب عليه أن يغتسل بما يمكنه، ما هو دور في المسجد ما لقاش مية
لا شويه ماء بسيط. قالوا خلاص استعملها واخد بالك واغسل بها ما امكنك، والباقي ان استطعت ان تتيمم عنه تيمم، لان الميسور لا يسقط به المعصور. طب لو انا هتيمم هتيمم بايه؟ قال له تيمم بالتراب اللي جاي من بره وداخل جوه المسجد، ولا تتيمم بالتراب الذي دخل في وقفية المسجد، لان التيمم بالتراب الذي دخل في وقفية المسجد حرام. وهم يتكلموا على يعني تراث قديم، ودلوقتي مساجدنا بقى فيها تراب داخل في وقفية المسجد، ما بقاش فيه الكلام ده. لا يحرم ولا يكره عبور المسجد للجنوب من غير حاجة، بل هو خلاف الأولى. تردد الجنوب في المسجد كاللبثي فيحرم، هيخش مش هيمكس، هيتمشى كده يتفرج على الجامع الأزهر جوه ويمشي، قال له حرام. طب ما حكم النوم في المسجد؟ قالوا هو جائز ما لم يضيق على المصلين أو يشوش عليهم، فإذا ضيق على المصلين أو شوش عليهم حرم عليه. هشوش عليهم إزاي؟ حد عارف صورة التشويش؟ هينام كده هيشخر يعني هيغط نايم جنبي كده وانا بصلي، وهو بسم الله ما شاء الله غطيته مرتفع جدا، فانا عمال اقول الله اكبر يعني انت شوشت عليا كده، فكده ما ينفعش. فهمتوا التشويش شكله ايه؟ صدقني انت كنت قاريها ومش فاهم انت، لكن انا فاهمها. يبقى هو نايم جنبي وانا بصلي وعم يعني صوته مرتفع جدا في الغطيط، الغطيط ده احنا بنسميه الشخير. ويحرم على المحدث ثلاثة اشياء، ويزاد الى هذه الثلاثة خطبة الجمعة. يعني يحرم على المحدث حدث ايه؟ حدثا اصغرا، لأنه إذا أطلق الحدث فإنه ينصرف إلى الأصغر، لأنه حقيقة فيه عرفية، يعني غالب استعماله في الحدث. وكذلك أحرم على المحدث حدثا أصغر، سجدة التلاوة وسجدة الشكر. الصلاة كذلك محرمة على المحدث وكذلك الطواف. الصلاة يعني صلاة النفل أو صلاة الفرض، والطواف كذلك طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن أو طواف القدوم أو طواف الوداع محرم عليه، ومس المصحف كذلك محرم على المحدث حدثا أصغر. يعني حضرتك أحدثت أخرجت ريحا ومعك المصحف، ادخل وتوضأ فورا، ثم بعد ذلك امسك المصحف، المس المصحف، شيل المصحف، ومثل المصحف جلده ولو كان الجلدة منفصلة منه إذا كانت تنسب إلى المصحف. أما لو انقطعت نسبتها عن المصحف الجلدة وجعلت جلدة لكتاب آخر فلا بأس، لأن النسبة انقطعت. وحمله أي كذلك يحرم حمله، لأن الحمل مس وزيادة. وقالوا كذلك أحرم مس كيس وضع عرفا للمصحف وكان لائقا به، في كيس كده هو معمول خصيصا للمصحف، موضوع مجعول عرفا للمصحف وهو كيس يليق بالمصحف، يبقى كذلك يا أحرم مس. طب والصندوق، صندوق مثل هذا مجعول خصيصا للمصحف كذلك إذا كان لائقا به وإذا كان مجعولا له. ويحرم، هنا بقى ذكروا حاجات لإحنا قربنا نخلصه. قالوا يحرم وضع شيء على المصحف، يعني حضرتك ما تجيبش المصحف وتضع عليه الكتب، إياك أن تفعل هذا لأن هذا حرام، لأن فيه إزرارا وامتهانا للمصحف. قالوا ويحرم تصغير المصحف، لأن فيه عدم احترام للمصحف، ما تصغرش كلمة مصحف ولا تصغر كلمة صورة
ما تقولش يعني ما يعني مصيحف مصيحف حرام. ده انا بصغر اللفظ ما بقى. لا، كل ده اداه لاحتقاره وده حرام، بل قد يكون كفرا. ويحل حمل المصحف، اي يحل حمل المحدث للمصحف في متاع او امتعه. ويشترط وانا بحمل المصحف وانا محدث حدث اصغر الا اقصد حمل المصحف لوحده. امال اعمل ايه؟ قال له تقصد حمل المتاع، اشيل الشنطه كده وانا محدث ومعاها الكتب او فيها الاقلام، وانا ناوي حمل الشنطه كلها او ناوي حمل الاقلام. طب لو نويت حمل المصحف وانا شايل الشنطه حرام. ويحل حمله في تفسير، ده احنا بنتكلم عن المحدث حدث اصغر، يعني يحل له ان يحمل المصحف في تفسير اذا كان التفسير اكثر من القران يقينا. اما اذا كان التفسير اقل او مساوي او مشكوك في قلته وكثرته فلا حرمه. كل ده قلناه، نقوله تاني. والعبره في الكثره والقله. طب ازاي نضبط بقى الكثره والقله؟ قال له انظر للمصحف واحسبه بالخط العثماني، وانظر للتفسير واحسبه بالخط الاملائي. طب افرض ان انا لبست ثياب وعليها ايات نقش قرآن، لان في اليومين دول بعض عبايات النساء لو حضرتك تأملت فيها هتجد عليها ايات قرآنية، وهتتسئل عن كده حلال ولا حرام؟ بيقولوا حلال. ويحل لبس الثياب التي نقش عليها شيء من القرآن، لأن من يفعل هذا لا يقصد إلا التبرك بالقرآن ولا يقصد إلا تعظيم القرآن. ده أنا حطه على لبسي ليه؟ لأن أنا بعظمه بحبه بتبرك بيه. أنت هلوة، دي هلوة خالص. يكره كتابة القرآن على السقوف والجدران. هتلاقيها في مصر كاتب آيات قرآنية كده يعني، وراسم الكعبة لما رجع من الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هتلاقيها في قرى مصر. قال له يعني مش حرام بس مكروه. مكروه ليه؟ قال لأنها عرضة إن الطير تتبول عليها، عرضة وهكذا، بس احتمال. حتى ولو كان الآيات القرآنية مكتوبة في المسجد مكروهة. يحرم المشي على فراش أو خشب نوقش عليه شيء من القرآن. ما تكتبش القرآن على السجادة عشان هيتمشي عليها، ده حرام. اللي بيعملها كده حرام، اللي بيكتبها حرام، واللي بيمشي عليها حرام. طب افرض ان انا كتبت قرآن في ورقة، ينفع اقطعها؟ قال له حرام، لانك بتفرق الحروف، بتمزق الكلمات، وفيه امتهان لكتاب الله. امال اعمل ايه؟ احرقها بنية الحفظ. وهذا ما فعله سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، انه حرق بعض المصاحف حفظا لها. طب افرض انا هكتب القرآن والحبر ده يعني نجس. قال له حرام، لان في امتهان للقرآن. طب العيل الصغير اللي بيحفظ دوت، طب مش هنحكمه بقى بالطهارة؟ قالوا لا يمنع الولي الصبي المميز المحدث من مس المصحف لحاجة التعليم. طب يا مشايخ، اما غير المميز فيمنع. غير عندي طفل صغير غير مميز، ما سيبلوش المصحف، والا ممكن ينتهك ويقطعه يرميه في الارض، يبقى حرام. طب لو الطفل الصغير عمل كده كاطفالنا احيانا، ياخد المصحف يلعب بيه ويرميه ويروح ويجيبه واحنا مش ملاحظين، لا شيء علينا. بعد كده قال كتاب الصلاه. بارك الله فيكم، دخلنا على كتاب الصلاة وهو كتاب من الكتب الكبار. طيب.